وثيقة الصدر جاءت بعد صدور فتوى من المرجع الشيخ إسحاق الفياض يمنع فيها ضمناً التقليد الابتدائي للمرجع الميت، أي أنه عملياً يحرم تقليد أي من مراجع آل الصدر. ومع أن مضمون هذه الفتوى ليس جديداً في الفقه الشيعي، باعتبار أن المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أفتى سابقاً بتحريم تقليد المرجع الميت ابتداءً، إلا أن أهميتها تكمن في أن الصدريين كانوا ينظرون إلى الفياض بوصفه خياراً مرجعياً بديلاً بعد أن أعلن كاظم الحائري المرجع الذي كانوا يعودون إليه سابقاً اعتزاله، وأوصى بتقليد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، كما أن الحائري لم يكن يحرم استمرار تقليد الصدريين للمرجع محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر، وهو ما جعل معظم الصدريين يستخدمون فتواه بهذا الخصوص لمواصلة الرجوع للصدر في التقليد على رغم وفاته. وسببت هذه الفتوى مشكلة فقهية داخل أروقة التيار الصدري، دفعت الصدر لإصدار وثيقته الجديدة. ابتداء يجب فهم مصطلح التقليد الابتدائي المستخدم في الفقه الشيعي الذي يقصد به عملية اتباع الفرد لمرجع ميت فور بلوغه سن التكليف، وهو محرم لدى معظم المرجعيات الشيعية. ففتوى الفياض الأخيرة تهدد هوية التيار الصدري الاجتماعية والدينية وإنهاء الأثر العملي لآل الصدر ومنع استمرارهم الفقهي للأجيال المقبلة، وسيؤثر هذا إن لم يتم إيجاد حل له على قدرة التيار الصدري التحشيدية ومدى تقبل أتباعه لأوامر مقتدى الصدر السياسية التي يستند جزء منها على تمثيله لإرث والده.